أطفال قطاع غزة، مشاهد قتل لكل معاني الطفولة يوما بعد يوم. فلم تزل صور أطفال القطاع وما تعرضوا له خلال الحرب الأخيرة راسخة في عقولهم، على الرغم من مرور الوقت على هذه الحرب. ما دعاهم لتنظيم احتفال من وسط الركام، حاولوا خلاله إيصال صوتهم لما تبقى من ضمائر حية في هذا العالم. الأطفال عنا حرم التعليم، مدرسهم تهدمت، قتل منهم كتير، حقوقهم طبعا ما كانتش موجودة نهائي. فاللي صار انه احنا الحصار عنا دمرنا ودمر كل معنويات الأطفال. فأنا برجو يعني من كل العالم انهم يصحوا ضميرهم. أنا مبسوطة بهذا الرواية، أنا طفلة فلسطينية ونفسي أكون مبسوطة مثل أطفال العالم. الاحتفال شمل عددا من الفقرات الإنشادية والترفيهية في محاولة لتبديد الصورة الوحشية التي طبعها الاحتلال في أذهانهم بمشهد ممتلئ بملامح الطفولة بكل تفاصيلها. من خلال هذا العمل اللي احنا حاولنا نقدمه، حاولنا انه نوصل رسالة الأطفال من خلال الأطفال أنفسهم، ليثبتوا هدول الأطفال لكل العالم انه الأطفال ما زالوا يرغبوا بالحياة. الأطفال صحيح مروا بكتير لحظات صعبة في الحرب الأخيرة في ظروف قاسية، حقوقهم دائما منتهكة إما من الخارج وإما من الداخل، لكن مع ذلك الأطفال بيصمموا بيحكوا إحنا موجودين. القائمون على الاحتفال أكدوا أن مطالب الأطفال هنا في قطاع غزة بسيطة ولا تتعدى توفير الحد الأدنى من حقوق الأطفال في أي بقعة من هذا العالم. اليوم عبر هاي الفعالية اللي بيشارك فيها الأطفال من مراكز العائلة الموجودة أساساً للأطفال الموجودين في قطاع غزة، بنحاول إنه نعطي الفرصة ليعبروا عن مشاعرهم عن أفكارهم، لأنه هذا الحق أمنت لهم اتفاقية حقوق الطفل اللي اليوم إحنا قاعدين بنحتفل فيها بمناسبة الذكرى 21. على الرغم من كل محاولات الاحتلال إسكات صوت الطفولة الجميل، إلا أن القائمون على هذا الاحتفال استطاعوا أن يرسموا لوحة هي الأجمل لأطفال فلسطين في ظل كل ما تعرضوا له من مذابح يندى لها جبين الإنسانية. إبراهيم أحمد، صدى وسيما، جمهورية إسلامية إيران، غزة، فلسطين.